أنا سعيد الليلة بوجودي وأشكرك جدا على استقبالي، وأشكر الأخوان على حفاوتهم لي واستقبالهم لي في المطار. حقيقة أنا وجدت حب الناس مرسوم على وجيههم وترحيبهم الحار. المهرجان مرتب ومنظم، وفنان العرب يعني محمد عبده ما في تعليق عليه، يعني احنا جايين عشان نتفرج على فنان العرب محمد عبده. والله مهرجان رائع، وانبسطنا كثير بحضور فنان محمد عبده وفنانة ديانا كرزون. كانت هذه السهرة من سهرات مهرجان الأردن، حيث أحياها فنان العرب محمد عبده وسوبر ستار العرب ديانا التي حققت أعلى نسبة حضور في مهرجان الأردن.